احمد بدير، انت من مواليد برج ايه وشهر ايه بالتقريب؟ مش عارف بصراحه. الدكتور شهر ايه ويوم ايه؟ مش مهم السنه. 1/5. احمد بدير اول فيلم فاكره اشتركت فيه؟ انا فاكر اول مسلسل عملته وعمل لي جو مع الناس، كنت بعمل فيه شخصيه، كنت مش يعني عقلي وتعبان، كنت عقلي تعبان كده شويه ومذهول دايما وماشي كده في قريه واقول هرس جاي هرس جاي. دي اول حاجه انا عملتها يمكن عرفت الناس بيا. حمام الملاطين اول لقطه. حمام الملاطين؟ لا، اول لقطه كان فاكرها. اول لقطه كنت فرحان قوي فهببوني، مالوا وشي اسود خالص ودية، وكان مستوقد فول وشايلوني قدرة فول ودخلت. لما رحت اتفرجت في السينما يعني يمكن ما عرفتني، عرفت اللي حواليا بس ما عرفتش نفسي، يعني مش باين، بس كان جميل. أول أجر 50 جنيه. 12 جنيه في حمام الملاطين بعقد، مش باليوم، بعقد 12 جنيه. اشتريت بيهم ايه ال 12 جنيه؟ بنطلون جينز. لا، اشتريت لحمة وخضار ووديت لاخواتي ودخلت السينما وهيصت. أول مرة قريت اسمك في أفيش مكتوب أحمد بدير بشكل يليق بيك وفرحت قوي، كان في إيه؟ مسرحية إيه ولا فيلم إيه؟ كان في مسرحية مبروك، كان آخر اسم. يعني كان الأبطال وناس تانية كتير وأنا آخر اسم، إنما صورت الأفيش وبقيت فرحان بيه جدا وعندي لغاية دلوقتي. أستاذ حمدي أحمد، تمسكك بالمبدأ في حياتك خلاك تسيب فرصة المسرح الكبيرة في مسرحية رايا وسكينة وتتخلى عن الأجر العالي اللي كنت بتاخده فرصة العمر، سبت المسرح من أجل تمسكك بالمبدأ، صح ولا غلط؟ ده مبدأ صح وأنا راضي تماماً عن هذا التصرف ومش نادم عليه. أستاذ حمدي أحمد، بس لازم نقول إيه الحكاية لحسن. الحكاية إن أنا كنت في أيامها عضو في مجلس الشعب عند إيراد بولاق، وكانت المسرحية بتستلزم مني إن أنا أسهر طول الليل عشان أحضر الصبح الجلسات في المجلس. كان ده مش ممكن، وإلا أروح المجلس أنا نايم، وأنا أرفض إن أنا أكون النائب النايم، وعندي مشاكل الناس لازم أحلها، فكنت لازم إن أنا أكون رايق، ما كنتش أقدر على السهر الكبير وأصبح الصبح أمارس عمل السياسي في مجلس الشعب. أستاذ حمدي أحمد، أحمد بدير المفروض يجي كل يوم يسلم عليك ويقول لك متشكر جدا على فرصة العمر اللي اديتها لي، بيعمل كده لما بيشوفك ولا ما بيعملش؟ لا، هو مش مطلوب منه يعمل، هو المطلوب ان هو يخبط على بيتنا بس ويديني مثلا 1% زي النقابة من أجره عن كل فيلم بيعمله.